على خانونس يا عمي. ليش؟ مودي ناس رايحين بدهم يطلعوا منها على خانونس. شو السبب؟ سبب طبعا الخوف ووضع السيء، القصف يعني قصف عشوائي، لا بميزه صغير ولا كبير ولا طفل ولا مرة ولا اختيار ولا عجوز ولا اي شيء. زلزال، زلزال هز المنطقة كلهيتها، أعنف قصف في العالم كلهيته. لو دول قبال دول ومحاربين قال محاربين ما بيصيرش الكلام هذا. مدنيين، ناس نايمة، أطفال، عزل، نسوان، كله تدمر، بيوت تدمرت، بتنزل عروس أصحابها، بتنزل عروس الأطفال، ما حد مطلع علينا ولا حد مدور علينا. سياسة إعدام بشري، إعدام للبشر سياستهم.